جداً التركيبة بتاعة الكريم بتاع البشرة مختلفة عن منطقة كريم العين. منطقة العين دي من المناطق الحساسة جداً في البشرة، هي والشفايف، فلازم لها عناية من نوع خاص. فأنا لما أحط تركيبة الكريم التقيل اللي أنا بحطه على بشرتي كلها في المنطقة دي، هياخد مني مجهود عشان أعرف أفرده كويس في الحتة دي، والحتة دي رقيقة جداً. فدايماً لو أنا عندي من نفس البراند كريم بشرة وكريم عين، هلاحظ إن كريم العين أنعم بكتير وأخف بكتير، مش دهني زي الكريم التاني بتاع البشرة. وطبعاً الطريقة نفسها اللي أنا بحط بيها الكريم بتفرق معايا. ممكن واحدة تكون بتحط كريم عين عشان تخلي حالتها أحسن، والعكس هي بتزود الخطوط اللي عندها تحت العين. فالمفروض إن أنا بخبط، يعني أنا بحط الكريم وببتدي أخبط كده خفيف بالصباع ده، عشان الضغط بتاعه بيكون أقل، يعني مش زي الصباع ده ضغطه أقل من أكتر من الصباع ده. فأنا بالصباع ده بحط بالراحة كده وأبتدي أكبس على عينيا الكريم في اتجاه واحد، يعني كده عشان بشرتي تشربه، وهلاقي نفسي بحط بالراحة قوي عشان أحس إن هو خلاص إحساسه راح. فالكريم العادي بتاع البشرة لو أنا جيت أحطه هنا، هلاقي نفسي محتاجة أدعك 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 عشان بشرتي تشربه. فكل الشركات الكبيرة بتاعت مستحضرات التجميل بتقول ان ما ينفعش ابدا استعمل الحاجة التقيلة اللي فيها نسبة الترطيب العالية دي اللي انا بحطها في بشرتي، احطها على منطقة تحت العين. طب حضرتك بتتكلمي عن الماسكات اللي هي تراعي العين، انا عايزة اعرف طريقة التعامل معها يبقى شكلها ازاي. طيب يعني مثلا من الحاجات المهمة جدا واللي معروفة قوي الخيار المبشور والزبادي، يعني حتى في كريمات كتير جدا مكتوب عليها ان هي بالزبادي والخيار. الزبادي من الحاجات اللي بتفتح، منتجات الألبان عموما من الحاجات اللي بتفتح، الخيار من الحاجات اللي بتشد جدا المنطقة الخطوط الصغيرة دي. فأنا هبشر معلقة خيار واحدة وهاخد عليها معلقة زبادي وهقلبهم على بعض وهبتدي احطها في المنطقة اللي حوالين عيني. في حاجة صغيرة جدا انا اتعلمتها من الناس بتوع جنوب شرق اسيا، لان هم موضوع المساج والحاجات العينية بالبشرة دي عندهم هايلة. فكانت دايما هي واحدة قبل كده كانت بتحط لي مستحضر على بشرتي، فكانت دايما تقول لي اتنفسي وانت بتحطيه، شمي ريحته وحاولي دايما تكوني قاعدة لما تيجي تعملي حاجة زي كده في منطقة مش حواليكي دوشة، الدنيا هادية شوية، حاولي تعمليه لو انت مثلا عندك ولادك وكده، ما تقعديش في وسط الدوشة بتاعت العيال وتعمليه، لا خلي نفسك وقت صغير قوي، اقعدي في وقت في حتة هادية، المستحضر انت بتحطيه شميه وانت بتحطيه. عشان ايه؟ عشان احفز المخ، انا داخل لي حاجة انا شميت ريحتها وكمان حسيت بيها، فبدل ما المخ بياخد حاجة واحدة لا بياخد حاجتين. فده من الحاجات اللي بتساعد ان انا المنتج بتاعي يخليه يدي نتيجة كويس. المفترض ان انا اسيبه قد ايه على العين؟ يعني ماكسيمم ربع ساعة. هل المفترض ان العينين تبقى مفتوحة او مقفولة وقت ما انا بحط الماسك؟ اعتقد لما انا هحط الماسك وخصوصا حوالين عينيا محتاجة اكون مسترخية شوية، فيفضل ان انا اكون مغمضة. انما ما ينفعش ان انا احطه، يعني ناس كتيره قوي بتشتكي انها ما بيبقاش عندها وقت فبتبقى عايزه تجري فعايزه تستفيد بالماسك في وقت. طيب انا ممكن احط ماسك على وشي واشتغل بيه، لكن منطقه تحت العين، تحت العين يعني هي كده في الجاذبيه، يعني انا لو حطيت ماسك هيقع مش هيفضل ثابت هنا. لكن انا على الاقل محتاجه اريح رقبتي ورا شويه يعني 5 دقايق. بصي هو يعني الموضوع تنظيم. المشكلة ان الناس ضعبتها تقول انا مش فاضي، في حين ان هما ممكن يقعد يمسك موبايله بالساعة. فانا بس ممكن اشوف لنفسي انظم وقتي، احط لنفسي وقت انا بالليل كل يوم قبل ما انام ليا ربع ساعة، احط فيها ماسك في وشي، حاجة كريم تحت عينيا، ههتم بضوافري برجلي، هزبط كده كل حاجة، دول الوقت بتاعي. فانا بس لو نظمت الموضوع ده وديت لنفسي حقها في الوقت الصغير ده، هلاقي حاجات كتير جدا في حياتي هتفرق.